أنا مش فاهم، دي مجنونة؟ ما عندهاش عقل؟ ضربها وأهانها وفضحها وفي الآخر عايزة ترجع له تاني؟ إزاي؟ كفاية بقى. كفاية إيه؟ حرام عليك، أنا تعبت. هو أنا متجوزاك عشان أسمع مشاكل يارا، وعشان أداوي جروحك مع منيرة، وعشان أتأذي من ياسر؟ هو أنا ماليش حق إن أنا أتكلم؟ ماليش حق إن حد يسمعني؟ يعني أنا المفروض طول الوقت أقعد أسمع في مشاكلك وأفكر لك في حلول بس؟ أنا اتحبست يا حاتم، اتحبست من غير أي سبب، ما عملتش أي حاجة، كل ذنبي هو إن أنا متجوزاك، مع إني ما عملتش أي حاجة غلط ولا أي حاجة حرام. بالعكس، أنا طول الوقت بحاول بكل الطرق الممكنة إني أحافظ لك على عيلتك وعلى بيتك، بس أنا خلاص تعبت. أنا آسف، واضح إن أنا حملتك أكتر من اللازم، بس هو تفتكر ان انا مصاهين او ساكت عن حقك؟ حقك هيرجع لك تالت ومتلت قسما بالله. هو في حق في الدنيا هيعوض دقيقه واحده من اللي انا قضيتها في الحجز؟ هو في حق في الدنيا هيعوض اللي كان في بطني، ولا هيعوض مراتك لما اهانتني في المستشفى وانا ساكته ومخروسه مش قادره اتكلم صبر علشان خاطرك؟ مفيش حاجه في الدنيا تقدر تعملها دلوقتي يا حاتم هتعوضني عن اللي تعمل فيا. بص يا حبيبي، أنا مش عايزك تتعب نفسك ولا توقف ضد ابنك علشان تجيب لي حقي. أنا حقي عند ربنا. أنا عايزة أتطلق يا حاتم. لسانك طوعك انك تقوليها؟ لساني طوعني علشان انا فكرت كتير ولقيت ان هو ده انسب حل ليا وليك. انسب حل ليا بأمارة ايه؟ بأمارة انك ما تقدرش تستغنى عن ولادك وبيتك. وما اقدرش استغنى عنك. وانا مش قادرة اعيش بالطريقة دي. انا تعبت. انا مش هكمل كده. وعلى فكرة انا مش بضغط عليك علشان تاخد قرار لصالحي. لا، انا فعلا عايزك ترجع لهم. ارجع لهم، ارجع لحياتك ولبيتك ولولادك، وسيبني، سيبني انا خالص، سيبني في حالي. ما انت عارفة انت ايه بالنسبة لي. انتي اختي وامي وبنتي وحبيبتي، مش بس مراتي. انا معاكي لقيت نفسي عايش معاكي زي ما انا حابب اعيش، بتكلم من غير ما افكر او ارتب افكاري، مش قلقان انك تعترضي او تتريقي او تشخطي او تنطري. باكل زي ما انا عايز والبس زي ما انا عايز. عايز ايه؟ طبيعتي حياتي حاتم بتاع طنطا اللي ما صدق لقى نفسه فيكي. أنا آسف، أنا آسف. ممكن أكون حملتك أكتر من اللازم، بس غصب عني أنت أقرب حد ليا، أكتر حد بيفهمني ويحس بيا. وأنا مين يحس بيا؟ أنا بحس بيكي. صدقيني هتعدي المحنة دي وهعوضك عن كل اللي حصل. اديني بس فرصة لو سمحتي. مهد